متابعينا أهلا بكم في هذه الجولة على أبرز أخبار العالم والمملكة العربية السعودية لهذا اليوم الثلاثاء في الخامس من شباط فبراير من العام 2024. بداية هذه الجولة لهذا اليوم ستكون مع موقع الخليج أونلاين والذي عنونه التالي: دول الخليج تدعو لتعزيز توثيق جرائم الاحتلال بغزة. فقد دعت دول مجلس التعاون الخليجي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وآخرها المجزرة التي ارتكبها بحق الأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات الإغاثية. جاء ذلك في بيان ألقته هند المفتاح المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية أمام الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان. وقد دعت المفوض السامي إلى مشاركتها الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحثت المفوض السامي على ضرورة تكثيف الجهود والمطالبة برفع الحصار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق. كما دعمت دول الخليج الجهود الدولية والأممية لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وذلك من خلال المشاركة في الجهود السياسية للتوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع. سوف ننتقل الآن إلى موقع عربي 21 والذي عنوانه التالي: أونروا لم نتسلم أدلة قاطعة على صلة بعض موظفينا بحركة حماس. فقد أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنها لم تتسلم بعد أدلة قاطعة على مزاعم إسرائيلية وتتعلق بصلة 12 من موظفيها بحركة حماس، في حين قررت عدة دول منذ 26 كانون الثاني يناير الماضي ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا، وذلك بناء على مزاعم الاحتلال بمشاركة موظفي الوكالة بهجوم حماس في 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. بدوره أعلن المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل رفض الرياض المساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة، مؤكدا اهتمام المملكة المستمر بدعم الأونروا لتنفيذ ولايتها التامة وتحذر من محاولات تصفيتها. وأضاف أن السعودية تنظر في جميع سبل إنقاذ الأونروا من العجز عن تقديم خدماتها، مشيرا إلى تقديم دعم مالي إضافي سيتم الإعلان عنه قريبا. سوف ننتقل الآن إلى موقع العربي الجديد والعنوان: إيران تصعد وترفض بيان الخليج حول حقل الدرة المتنازع عليه مع الكويت. فقد رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ما ورد في بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بشأن حقل الدرة، معتبرا أنه مزاعم باطلة وأحادية. وأضاف كنعاني في مؤتمر صحفي أن طرح الادعاءات غير الصحيحة في بيان مجلس التعاون الخليجي حول حقل أرتش لن تؤسس أي حقوق للمدعي، وأكد أن الاستخراج من الحقوق المشتركة في الخليج وحق أرش يجب أن يكون على أساس مفاوضات ثنائية مع الحكومة الكويتية. وسجل المفاوضات السابقة حول هذا الموضوع. الموضوع الأخير الذي نتوقف معه لهذا اليوم نشره موقع العربية: نحو 12 مليار دولار استثمارات اليوم الأول لليب 24. فقد بلغ حجم الاستثمارات التقنية في مؤتمر ليب 24 التقني الدولي 11.9 مليار دولار، وهو مؤتمر لدعم التقنيات الناشئة والعميقة والابتكار وتنمية المهارات الرقمية، فيما تعد تلك الاستثمارات الأكبر من نوعها في المنطقة، وذلك تساهم في تعزيز مكانة السعودية بصفتها مركزا للتقنية والابتكار وبيئة جاذبة للشركات التقنية الرائدة عالميا، فضلا عن أنها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا وتستضيف العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة الثالثة في المؤتمر التقني الأكثر حضورا بالعالم ليب تحت شعار أفاق جديدة، وبمشاركة أكثر من 1.8 آلاف جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم، حيث يضم المؤتمر العديد من الفعاليات والجوائز. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الجولة على أبرز أخبار العالم والمملكة لهذا اليوم. نلقاكم غدا، إلى اللقاء.